400 إضراب فردي شهدتها مصلحة السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين ضد الاعتقال الإداري الذي سجل أعلى نسبة منذ بداية العام الجاري ليصل 1650 قرار اعتقال إداري. استمراراً لنضال الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية، علق 50 أسيراً فلسطينياً إضرابهم المفتوح عن الطعام، والذي استمر 19 يوماً، وذلك في سبيل إعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة، وما يجعل عودة الإضراب أمراً وشيكاً. تنصل إدارة مصلحة السجون عن وعودها بالتخفيف عن الأسرى المضربين. الاحتلال يستخدم هذا الاعتقال لتغييب أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني. اليوم نتحدث عن نواب مجلس تشريعي، أكاديميين، صحفيين، نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، طلبة، أسرى محررين يتم إعادة اعتقالهم تحت هذا البند الاعتقالي دون تهمة ودون محاكمة، ولا يمكن للأسير أن يعرف موعد خروجه من السجن. يعاني الأسرى المضربون أوضاعا صحية خطيرة يصارعون بها الموت، التعب والإنهاك الشديد، ونقصا لافتا في الوزن، وألام في المفاصل، وهزال شديد، وغيرها من الأمراض المزمنة، خاصة في ظل تقاعس إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بتقديم الرعاية الصحية أو نقلهم للمراكز الطبية. أعلن 30 أسيرا الإضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهم واحتجاجا على الاعتقال الإداري. تطور هذا العدد ووصل إلى 50 مؤخرا، وعدتهم إدارة السجون بتحسين ظروفهم وإعادة النظر في الاعتقال الغير قانوني الذي تمارسه سلطات الاحتلال. حملات التنكيل والقمع اليومية مستمرة ضد الأسرى الفلسطينيين بوتيرة متصاعدة، ويتعرض الأسرى داخل سجن النقب وعوفر وجلبوع لاعتداءات وحشية تنفذها وحدات متسادة ونحشون واليمام المتخصصة في قمع وترهيب الأسرى من خلال الضرب والرش بالغاز السام والمسيل للدموع والشبح والعزل الانفرادي. عبد الهادي فرحات، لقناة اليمن اليوم، فلسطين المحتلة.